نفذ طلبة المدرسة الأسقفية العربية الثانوية في إربد برنامجاً تضامنياً مع أطفال غزة، عبروا خلاله عن غضبهم لما يجري في القطاع وبقية المدن الفلسطينية من اعتداءات على الطفولة، حيث اشتمل البرنامج على العديد من الفقرات المتنوعة. الطفولة يعني البراءة، السلام، المحبة والأمان، كل هاي المعاني ضاعت بين القصف والحرب والدماء ببلد عمرها ما عرفت السلام. واليوم أطفال مدرسة الأسقفية العربية وجهت رسالة مهمة لأطفال غزة لتحكي لهم إحنا معكم ومنصلي لكم، من خلال هالبرنامج الصامت اللي شارك فيه ما يقارب 100 طالب وطالبة من المدرسة ابتداء من الروضة للصف الرابع تحت عنوان صرخة أطفال غزة. بداية البرنامج قاموا بعمل مجلس أمن مصغر واستمعوا فيه لخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بمؤتمر السلام بالقاهرة، إضافة لمجموعة من الخطابات. لن أنسى دموع رجل المسن الذي خسر بيته بعد أن أمضى 20 سنة يبني فيه. لن أنسى البلد الذي كان يصرخ أينكم يا عرب. لن أنسى أنهم قاموا بعملية جراحية دون تخدير. لن أنسى أرض المستشفى التي كانت مليئة بأشلاء الأطفال. لن أنسى أنه لا أحد ساعد أو حاول إيقاف ما يحدث. لن أنسى جرائم الحرب. لكن لا تقلق، الله يرى كل شيء، ولا شك أن فرج الله قريب. والفقرة الثانية توجه الكل لملعب المدرسة لينضم لهم باقي الأطفال المشاركين ليكملوا مسيرة الصوت الواحد بالرفض والتنديد، وإيديهم الملطخة باللون الأحمر رفعت الصوت للدل على دم الوحشية والهمجية. وبعديها رسم جدارية فيها صور لأطفال غزة. طفل هو هلأ هو اللي رح ينقل التاريخ للمستقبل، فحلو أنه إحنا نربط الطالب بواقعه بما هي الأحداث اللي تدور بحواليه. يجب أن يعرف التاريخ، يجب أن يعرف ما هي الأحداث التي تحدث بمجتمعاتنا. هي رسالة نرسلها من خلال أطفالنا لأطفال فلسطين أنه إحنا معكم، قلبنا معكم. هذا أقل شيء ممكن أنه إحنا نقدمه لأطفال فلسطين وتحديداً أطفال غزة، لحتى نحكي كفانا ظلم، كفانا قتل، كفانا أطفال عمالها بتموت. أيضا كمان بهاي المناسبة الأسقفية العربية أطلقت مبادرة بنعمل خير لنساعد الغير. هي مبادرة مختلفة بعض الشيء عن ما نسمعه. تواصلنا، قدرنا مع الجهات الرسمية نعرف أنه في طلاب بالجامعات الأردنية من أبنائنا من محافظة غزة لم يستطيعوا التواصل مع أهليهم بسبب الظروف، فإحنا كان لازم يكون لنا دور لحتى نقدر أنه نأمن لهدول الطلاب مبلغ من المال لحتى يكملوا عيشتهم هون عندنا بالأدرم. هم ضيوفنا، هم أولادنا بحمايتنا، فإحنا هذا المبلغ هو بسيط، ولكن حتى نقولهم أنه إحنا معكم وإحنا بظهركم وإحنا أهلكم اللي أنتم مش قادرين تتواصلوا معاهم. وأغنية وين الملايين اللي كانوا ما زال صوتها وعباراتها موجودة بقلب كل كبير وصغير، ورجع صدى الأغنية يصطح بين جدران المدرسة، وهالمرة بأصوات طلاب الكورال. وصلاة من القس سمير سعيد ليختموا رسالتهم اللي كلها أمل ورجاء للرب. من إربد لقناة نورسات، نيفين حداد.